بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النص موجه إلى تلاميذ وتلميذات السنة الأولى من سلك البكالوريا مسلك الآداب والعلوم الإنسانية. إذن فيما يتعلق بهذا النص، بنية النص النثري القديم ووظيفته أنماط حكائية سردية الحكاية العجائبية. إذن أول خطوة هي القراءة المنهجية للنص. هذه القراءة المنهجية للنص تتحقق عبر مدخل للمجزوءة، ونستثمر فيه المفاهيم والمعلومات المتضمنة بهذا المدخل. النص القراءة المتمعنة والفاحصة له، لأنه محور الدرس والتحليل. ثم معجم النص توظيفه قصد تخطي الصعوبات القرائية. الرصيد المعرفي، كما تعرفون على أن الرصيد المعرفي يوجد في أول المجزوءة، هو عبارة عن بؤرة تضيء معالم النص، وتندرج تحتها العناصر الآتية: صاحب النص، مصدره، مناسبته، مع ختمه بأنشطة بحثية ترتبط بموضوعه قصد تعميق الرصيد المعرفي. الخطوات المنهجية لدراسة النص: نموذج من الحكاية العجائبية، حكاية السندباد في وادي الحياة، مقتطف من كتاب ألف ليلة وليلة المجلد الثالث صفحة 147-157 بتصرف. إذن أول مرحلة هي مرحلة تشخيص المكتسبات. تعد هذه المرحلة بمثابة استرجاع للمعلومات السابقة قصد توظيفها انطلاقا من قراءتنا للرصيد المعرفي الذي سبق وأن ذكرتكم به سالفا. مصدر النص، ثم أنشطة البحث. لننطلق من السؤال الآتي: تأمل معنى الحكاية العجائبية. تقوم الحكاية العجائبية على دهشة المتلقي وهو أمام حدث يحمل حدثا غريبا. لكن ما العلاقة الرابطة بين الحكاية العجائبية وكتاب ألف ليلة وليلة؟ نخلص إلى افتراض حكاية تكون من نسج الخيال تتضمن هذه الحكاية. سؤال: ما الشعور الذي ينسابك وأنت تسمع لهذا النوع من الحكايات الغرائبية؟ سوف يكون وبالطبع شعور ممزوج بالمتعة والرغبة في تتبع مفاصيل الحكاية. تساعدنا على التقاط مشيرة النص الخارجية، وتسعفنا في وضع فرضيات عدة لقراءته، من قبيل فكك مكونات العنوان مع تحديد إيحاء كل مكون على حدة، على اعتبار أن العنوان يعتبر من العتبات الأساسية في النص. عنوان الحكاية إذا تأملناه سوف نجده يتكون من أربع مكونات، هي حكاية، السندباد في وادي الحياة. لا أريد أن أذكر على أن العنوان يمكن أن ندرسه من خلال جانبين: الجانب الأول هو الجانب التركيبي، الجانب النحوي الصرفي، ثم الجانب الدلالي. الجانب الدلالي قلنا حكاية، السندباد في وادي الحياة. الحكاية هي قصة خيالية موضوعها مغامرات غريبة وأمور طريفة، يعني الحكاية في علاقتها بمكون أو بجزء من مكون العنوان الذي هو حكاية. السندباد هو شخصية أسطورية سوف نلمسها تتكرر باستمرار داخل هذه الحكاية العجائبية. هذا يحيلنا على سؤال آخر: قم بالبحث عن مشيرات أخرى في النص تؤيد بها افتراضك كون النص ينتمي إلى جنس الحكاية العجيبة. هناك مؤشرات أخرى تشير إلى أن النص ينتمي إلى جنس الحكاية العجائبية. بطبيعة الحال سوف تتجه أنظارنا إلى مصدر النص وهو ألف ليلة وليلة، وكتاب ألف ليلة وليلة هو عنوان لأشهر مجموعة من الحكايات العربية. يقال إنها وضعت في القرن التاسع أو العاشر الميلادي بعد خلافة هارون الرشيد. سوف نتساءل: الكتاب ليس له مؤلف. بطبيعة الحال الكتاب ليس له مؤلف، لهو هذا الدليل على أن الكتاب تتنازعه عدة حضارات. سوف نجد الترجمة إلى اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، اللغة الألمانية، إلى غير ذلك. إذا الكتاب ليس له مؤلف، مؤلفه مبهم. إذا
هناك عناوين داخلية كذلك للنص من قبيل وفي الليلة الليلة 534 وفي الليلة 34 بعد 500 على سبيل المثال للحصر. إذن هناك مشيرات أخرى يحبل بها النص. ننتقل إلى المرحلة الموالية وهي مرحلة فهم النص. فهم النص إن الإجابة عن أسئلة النص في هذه المرحلة سوف تساعدنا حتما على قراءته وفهمه وتحديد مكوناته. لماذا؟ استعدادا للمرحلة المقبلة وهي مرحلة التحليل. إذن هذه المرحلة الموسومة بمرحلة فهم النص يطرح سؤال: ما الهدف الذي توخاه السندباد من هذه السفرة أو من هذه الرحلة؟ اشتياق نفسه إلى التجارة واكتشاف البلدان والجزر وجمع المال. كيف توالت الأحداث التي عاشها السندباد؟ إذا رجعنا إلى النص وقرأناه بتمعن وتفحص سوف نجد على أن هناك أحداث توالت في النص، ابتدأت أو استهلت في النص بركوب البحر، الأقدار التي رمته إلى جزيرة مليحة، جزيرة جميلة، خلوده للنوم وذهاب السفينة على حين غفلة منه، اكتشافه لبيضة طائر الرخ الخرافي، الحيلة التي أسعفته حيث ربط نفسه برجلي ذلك الطائر، وصوله إلى وادي الأفاعي، خروجه منه بعد متاعب وأهوال كثيرة محملا بأصناف من الماس والمال والبضائع، وأخيرا دخوله إلى بغداد مدينة السلام واجتماعه بأهله وأقاربه. يطرح سؤال: كم استغرقت شهرزاد من زمن في سرد هذه الحكاية؟ شهرزاد الطرف الرئيسي في السرد في هذا النص الحكائي، تعتبر شهرزاد الطرف الأول في الحكاية، وقد استهلكت من زمن السرد 4 ليال متتابعة من الليلة 534 إلى الليلة 537. تأسيسا لكل ما سبق، نستلهم من كل ما سبق أن الحكاية العجائبية هي حكاية تقوم على أساس استحضار قوى غير طبيعية لتمكينها من إنجاز أفعال تبدو غير معقولة. إذن بعد المراحل السابقة التي أشرنا إليها، تشخيص المكتسبات ثم ملاحظة النص فهم النص، ننتقل إلى المرحلة الأساس من النص وهي مرحلة تحليل النص. هذه المرحلة سوف يتم فيها إنجاز الأنشطة المرتبطة بمستويات تحليل النص. هناك مستويات عدة في تحليل هذا النص: تحديد العناصر، الدراسة المعجمية والبلاغية والأسلوبية، ثم هناك الدراسة المقاصدية أو إبراز مقاصد النص. نبدأ بالمستوى المعجمي في تحليل النص. إن ما يجمع الحكاية العجائبية داخل النص هو تمازج الحقلين، يعني هناك تداخل لحقلين معجميين أو لحقلين دلاليين في النص: الحقل الواقعي والخيالي فوق الطبيعي. إذن الحقلين، الحقل الواقعي ثم الحقل الخيالي فوق الطبيعي، وبتداخل هذين الحقلين يتحقق العالم العجائبي. إذن العالم العجائبي لا يتحقق إلا بتمازج أو بتداخل هذين الحقلين، يعني الحقل الواقعي ثم الحقل الخيالي. إذن نحاول، أو السؤال الذي يطرح: اختزل مكونات كل حقل في عبارة دالة تكشف بؤرته. إذن لدينا خانتين: الخانة الأولى الألفاظ والعبارات الدالة على المعجم الواقعي، ثم الألفاظ والعبارات الدالة على المعجم الخيالي فوق طبيعي. على سبيل المثال للحصر، نبدأ بالخانة الأولى وهي الدالة على الألفاظ والعبارات المنتسبة إلى المعجم الواقعي: جزيرة مليحة، عين ماء صاف، شزارة عالية، إنسيا المدن والعمار، مدينة البصرة، مدينة بغداد.
ثم الخانة الثانية السندباد البحري، الرخ يزق أولاده، يعني يأتي لهم بما يقتاتون به، يزق أولاده بالأفيال، بيض الرخ جنيا، وادي الألماس الأحجار الكريمة، حيات وأفاعي إلى مثل وأفاع، وكل واحدة منها مثل النخلة إلى غير ذلك. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما العلاقة الرابطة بين الحقلين؟ العلاقة الرابطة بين الحقلين هي علاقة تناقض وتنافر وتضاد. العنصر الثاني في التحليل هو بنية النص الحكائي. ما هي مكونات بنية النص الحكائي الذي بين أيدينا؟ تتكون البنية الحكائية للنص من العناصر الآتية. إذا رجعنا إلى النص سوف نجده يبتدئ أو سوف نجده يستهل بوضعية بدئية تتكون من شخصيات، زمان، مكان، حدث. الوضعية البدئية نقتصر على بعض من هذه العناصر. تتدخل في الحكاية قوى فاعلة بشرية وأخرى غير بشرية تدفع بالحدث إلى التطور. الزمن هو زمن مبهم في النص العجائبي، زمن فضفاض، زمن منفلت، لا يمكن أن نقبض على الزمن في النص العجائبي. حكاية السندباد هي حكاية مكان بامتياز. كيف؟ المكان مدينة البصرة، مدينة بغداد، الجزيرة التي نزل فيها السندباد إلى غير ذلك من الأمكنة المبهمة والغير الواضحة. إذن الزمان مبهم فضفاض ومنفلت. حكاية السندباد هي حكاية مكان بامتياز. كيف؟ لأن السندباد انطلاقا من رحلته سوف نجده ينتقل من مكان إلى آخر. العنصر المحول، هناك عنصر محول هو الذي جعل الحادثة تفقد التوازن، أو هو الذي جعل عناصر الحدث تفقد هذا التوازن، وهذا العنصر هو خلود سندباد للنوم وذهاب السفينة على حين غفلة منه. عندما نزلوا في الجزيرة أخذته سنة من النوم ولم ينتبهوا إليه، وفجأة انطلقت السفينة بدون السندباد. هناك متواليات من الأحداث داخل النص. هذه الأحداث هي في الواقع أحداث متعاقبة ومتسلسلة، مثل الأمواج بعضها يرتبط برقاب بعض. تستهل أحداث الحكاية من ركوب السندباد إلى البحر أو البحر، إلى دخوله بغداد مدينة السلام واجتماعه بأهله وأقاربه. هناك عنصر مهم جدا في هذه الأحداث، هذا العنصر هو ما يسمى بعنصر التضمين، أي أن كل حكاية ترتبط بحكاية أخرى وتحيل إلى حكاية أخرى، وهكذا دواليك إلى أن نصل إلى آخر حكاية في النص. الحل أو ما يعبر عنه بالعقدة، حادثة أخيرة ينتهي بها الحكي، نزول السندباد بجزيرة شجر الكافور بمعية التجار، وهو المكان الذي سوف يكون فيه خلاصه ووصولهم إلى مدينة البصرة. بطبيعة الحال إذا كانت للحكاية وضعية بدئية تستهل بها هذه الحكاية، فإن لها كذلك وضعية نهائية. هذه الوضعية النهائية هي وضعية جديدة تختلف بطبيعة الحال عن الوضعية البدئية، وهذه الوضعية هي التي تجعل الحكاية تسترد توازنها بعد أن فقدته في العنصر المحول. سوف نجد على أن الحكاية العجائبية تسترد عنفوانها وتسترد توازنها، وهو ما يسمى بعودة التوازن، ويتمثل في اجتماعه بأهله واستقراره بمدينة بغداد، وتعتبر نهاية المطاف. إذن ننتقل الآن إلى البنية العاملية للحكاية العجائبية. البنية العاملية للحكاية العجائبية تقوم على عناصر ستة، هي المرسل والمرسل إليه والفاعل والموضوع والمساعد ثم المعارض أو المعيق. فيما يتعلق
المرسل والمرسل المرسل. المرسل الأول شهرزاد، المرسل الثاني السندباد، ثم المرسل إليه شهريار، والمرسل إليه الثاني أصحاب سندباد. الفاعل داخل هذه الحكاية العجائبية هو السندباد. الموضوع هو موضوع السفر أو موضوع الرحلة التي قام بها السندباد إلى الجزيرة. ثم هناك المساعد الذي أسهم في نقل سندباد وهو في ورطته داخل الجزيرة وهو طائر الخرافي. ثم هناك المعيق النوم الذي أخذه على حين غرة منه عندما تحركت السفينة وعلى متنها التجار ليتركوه على أرض الجزيرة. نخلص الآن إلى الاستنتاج. إذن نستنتج أن عجائبية الحكاية في ألف ليلة وليلة تتحقق من خلال أحداثها وشخوصها وكذلك فضاءاتها المتنوعة، وأن لغة الحكاية هي لغة تتداخل مع مكونات هذه الحكاية لتتضافر ولتؤدي جميعا دورها في إضفاء الطابع العجائبي على هذا النص الخالد والذي هو ألف ليلة وليلة. بعد أن ننتهي من مرحلة التحليل أو تحليل النص نخلص إلى المرحلة النهائية وهي مرحلة التركيب والتقويم. مرحلة التركيب والتقويم نحاول من خلالها أن نضع خلاصة تركيبية لهذا النص انطلاقا من المراحل السابقة: تشخيص، فهم النص، التشخيص، ملاحظة النص، فهم النص، تحليل النص، ثم آخر مرحلة وهي مرحلة التركيب والتقويم. ونقوم خلال هذه المرحلة كذلك بإنجاز مجموعة من الأنشطة، مثلا على سبيل المثال للحصر إنجاز مقال تحليلي نبرز فيه عناصر هذه الحكاية العجائبية. أبنائي الأعزاء، بناتي العزيزات، شكرا على انتباهكم والله الموفق.